بكم أعزائي التلاميذ في الدرس الثاني عشر الذي سنتعرف من خلاله على الأعداد الكسرية. أولا، تعريف الأعداد الكسري. الأعداد الكسري هو عدد الذي يمكن كتابته على شكل نسبة بين عددين صحيحين طبيعيين. مثلا العدد 2 على 3 هو عدد كسري، بحيث العدد 2 يسمى البسط والعدد 3 يسمى المقام. أيضا يمكن كتابة 2 على 3 على شكل 4 على 6 أو 8 على 9 أو هكذا. نمر الآن إلى إيجاد العلاقة بين الأعداد الكسرية والأعداد العشرية. العدد الكسري 5 على 2 هو عدد عشري، لأن 5 على 2 تساوي 2.5. هناك أعداد كسرية التي هي أعداد غير عشرية، مثلا نأخذ 21 على 7. 21 على 7 يساوي 3.14414، أي فهو عدد غير منتهي. إذا هنا يمكن نقول بأن العدد العشري العدد الكسري يمكن أن يكون عددا عشريا أو العدد الكسري يمكن أن يكون عددا غير عشري. بالمناسبة 3.14 هي العدد بي في الرياضيات، بي هي العدد 3.14. الآن نمر لمقارنة الأعداد الكسرية. العدد الكسري 20 على 30 والعدد الكسري 12 على 30 لهما نفس المقام. إذا كان عددان كسريان لهما نفس المقام، نقارن البسط، فأكبرهما هو أكبرهما بسطا. ألو 20 على 30 و12 على 30 لهم نفس المقام الذي هو 30. إذا نقارن البسط، 20 أكبر من 12، إذا العدد 20 على 30 أكبر من 12 على 30. إذا 20 على 30 أكبر من العدد 12 على 30، لأن 20 أكبر من 12. نأخذ العددين الكسريين 2 على 3 و2 على 5. هذان العددان لهما نفس البسط. العددان العشريان الذي لهما نفس البسط أكبرهما هو أصغرهما مقاما. مثلا هنا 2 على 3 أكبر من 2 على 5، لأن 3 أصغر من 5. في حالة ما إذا كان الأعداد الكسرية أو العددين الكسريين ليس لهما نفس المقام وليس لهما نفس البسط. مثلا هنا 2 على 5 و1 على 3 عددان كسريان ليس لهما نفس البسط وليس لهما نفس المقام. نقوم إذن بتوحيد المقامات. لتوحيد المقامات نأخذ العدد الأول 1 على 3 ونضربه في العدد 5 في مقام العدد الثاني. 1 في 5 على 3 في 5 تساوي 5 على 15. نأخذ العدد الثاني 2 على 5 نضربه في العدد في مقام العدد الثاني الذي هو 3. 2 في 3 على 5 في 3 تساوي 6 على 15. إذا العدد 1 على 3 يساوي 5 على 15 والعدد 2 على 5 يساوي 6 على 15. العددين 5 على 15 والعدد 6 على 15 هما عددان كسريان لهما نفس المقام 15، إذا أكبرهما هو أكبرهما بسطا. إذا العدد 6 على 15 أكبر من العدد 5 على 15، إذ و 6 على 15 تساوي 2 على 5 و5 على 15 تساوي 1 على 3. إذا العدد 2 على 5 أكبر من العدد 1 على 3. إذا قاعدة
لمقارنة عددان كسريان لهما مقامان مختلفان، نوحد مقامات. نتمم في إطار مقارنة الأعداد الكسرية، لدينا هنا قاعدتين. القاعدة الأولى تقول بأن العدد الكسري أكبر من واحد إذا كان بسطه أكبر من مقامه، فالعدد الكسري 10 على 6 أكبر من واحد، لأن البسط العدد هو 10 أكبر من المقام الذي هو 6. إذا العدد الكسري 10 على 6 أكبر من واحد، لأن 10 الذي هو البسط أكبر من 6 الذي هو المقام. ويكون العدد الكسري أصغر من واحد إذا كان بسطه أصغر من مقامه، فالعدد الكسري 2 على 7 أصغر من واحد، لأن المقام 2 أصغر، فإن البسط 2 أصغر من المقام 7. نمر الآن إلى جمع الأعداد الكسرية. نأخذ هذا المثال 5 على 3 زائد 16 على 3، هذان العددان عددان كسريان لهما نفس المقام. لجمع عددان كسريان لهما نفس المقام، إذا مجموع عددان كسريان لهما نفس المقام هو عدد كسري له نفس المقام، وبسطه هو مجموع البسطين. إذا مجموع العددين 5 على 3 زائد 16 على 3 تساوي 21 على 3، و21 على 3 يمكن أن نختزله يساوي 7، لأن 21 تساوي 3 في 7. إذا نختزل بالعدد 3، 21 على 3 تساوي 7. العددان الكسريان 5 على 2 زائد 7 على 3 هما عددان كسريان ليس مختلفان، ليس لهما نفس المقام وليس لهما نفس البسط، وما يهمنا هو المقام. في هذه الحالة نوحد المقامات. لتوحيد المقامات نضرب العدد الأول 5 على 2 في بسط في مقام العدد الثاني 3، ونضرب العدد الثاني في مقام العدد الأول. إذا مجموع عددين الكسريين لتوحيد مقامات العددين الكسريين 5 على 2 زائد 7 على 3، نأخذ 5 في 3 زائد 7 في 2 تساوي 5 في 3 زائد 7 على 2. أما بالنسبة للمقام فهو يساوي ضرب مقامات العددين. إذا المجموع يساوي 15 زائد 14 على 6 يساوي 29 على 6. نمر الآن إلى طرح عددين كسريين. نعتبر العددين الكسريين 17 على 3 ناقص 4 على 3 هما عددان كسريان لهما نفس المقام. إذا طرح هذا العددين هو عدد كسري مقامه هو نفس المقام وبسطه هو طرح البسطين. بالمناسبة لطرح عددين كسريين يجب أن يكون العدد الأول أكبر من العدد الثاني، 17 على 3 أكبر من 4 على 3. إذا هذا العدد يعطينا 3 على 3 يساوي 1. نفس الشيء لطرح عددين كسريين ليس لهما نفس المقام، نوحد المقامات. العددان الكسريان 7 على 5 و5 على 3 عددان كسريان ليس لهما نفس المقام، نوحد المقامات. نضرب 2 في 3 هو المقام، نأخذ 5 في 2 ناقص 7 في 3 عفوا ناقص 5 في 2، الخارج يساوي 21 ناقص 10 يساوي 11 على 6. نمر الآن إلى ضرب عددين كسريين. لضرب عددين كسريين 17 على 3 في 4 على 21 يساوي، هو عدد كسري. هنا لا نتطرق للمقامات، لا نوحد المقامات في الضرب. إذا ضرب عددين كسريين هو عدد كسري مقامه هو جداء المقامين، وبسطه هو جداء البسطين. إذا هذا العدد يساوي 68 على 63. نمر الآن إلى قسمة عدد كسري.
لقسمة عدد كسري على عدد كسري نرجع نعود إلى الضرب، لأن العدد 5 على 3 مقسوم على 6 على 21 يساوي 5 على 3 العدد الأول في مقلوب العدد الثاني. إذا 5 على 3 مقسوم على 6 على 21 يساوي 5 على 3 في مقلوب العدد 6 على 21 الذي هو 21 على 6. ونطبق خاصية الضرب. ضرب عددين كسريين هو عدد كسري بسطه هو جداء الكسري العدد هو جداء البسطين، ومقامه هو جداء المقامين يساوي 5 في 7، لأن كما أسلفنا 21 تساوي 7 في 3، نختزل بالثلاثة. إذا هذا العدد يساوي 35 على 6. أعزائي التلاميذ، شكرا على انتباهكم، أتمنى أن تكونوا قد استفدتم في هذا الدرس، وإلى اللقاء في الدرس القادم.